للحديث حول الموضوع معنا من إسطنبول الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أستاذ مصطفى، مرحبا بك. بداية، النائب أحمد الجبوري قال إن هناك صفقة تدار لإقالة نوفل العقوب مقابل إغلاق ملفات فساده. إلى أي مدى ترى أن العقوب ربما سيكون كبش فداء لامتصاص الغضب الشعبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. منذ غزو العراق واحتلاله عام 2003 كانت الصفقات السياسية هي التي تسوي كل الجرائم الإرهابية التي تعرض لها شعب العراق وعانى وسفكت فيها دماء أبنائه، وبالتالي فليس غريبا أن يجري الآن يعني تجري إبرام صفقة جديدة لتضحية بكبش فداء هو محافظ نينوى الحالي الذي كثر الكلام عن فساده وعن سوء إدارته وعن خضوعه التام للميليشيات الطائفية الإرهابية التي باتت تسيطر على كل مقدرات الحياة في مدينة الموصل وفي كل أقضية محافظة نينوى، وبالتالي هذا أمر متوقع تماما على أن يتم غلق ملفات الفساد التي تثار حوله، لأن كما نعلم جميعا هناك الكثير من الملفات حول العقوب وحول ماذا عن المكاتب الاقتصادية للميليشيات في الموصل؟ كما قلنا الميليشيات الإرهابية الطائفية التابعة للحشد الشعبي تمتص دماء دماء أهل الموصل وخيراتهم وتفرض عليهم الأتاوات وتلزمهم بمشاركتهم بكل النشاطات الاقتصادية والتجارية في المحافظة، وهذا كله لتمويل هذه الأذرع الإرهابية. ولكن لم يسلط عليها الضوء إعلاميا. لم يسلط عليه الضوء لأن هناك تعتيم كبير حول هذه القضية، حيث يراد تسويق ما يسمى بتحرير الموصل وكأنه إنجاز لأبناء الموصل، وفي الحقيقة أهل الموصل يعانون منذ سنوات طويلة، عانوا قبل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، ثم عندما سيطر هذا التنظيم الإرهابي عليهم وفي ما يسمى تحرير هذه المحافظة من أيدي تنظيم داعش، أيضا هم الآن يعانون أبناء هذه المحافظة. ولكن كما تفضلت هناك تعتيم كبير لتسويق هذه العمليات العسكرية التي قتلت عشرات الألوف من المدنيين وألحقت دمارا هائلا جدا جدا في البنية التحتية في المحافظة وبممتلكات، وخصوصا في مدينة الموصل وبممتلكات المواطنين، يراد تسويق على أنه إنجاز كبير للنظام السياسي. طيب أستاذ مصطفى، هل يعني ستبنى من جديد البنية التحتية للموصل وستكون هناك إنجازات فيما لو أقيل العقوب؟ إقالة العقوب ومجيء أي شخص آخر لن يحقق أمنا ولا استقرارا ولا أعمارا ولا خدمات لأبناء الموصل، لأن هؤلاء الذين يتعاقبون على المناصب الإدارية في الموصل وفي غيرها في كل أنحاء العراق، إنما هدفهم الوحيد هو يعني أولا هم جاءوا حسب نظام المحاصصة والصفقات السياسية الرخيصة، وهدفهم الوحيد هو إثراء جيوبهم وإثراء جيوب من أوجدهم في هذا المنصب أو ذاك، وبالتالي لا نتوقع أي خدمات ولا أمن ولا استقرار ما دام وجود هذا النظام السياسي وما دام هذه الميليشيات تعبث بأمن واستقرار وحياة المواطنين وأرزاقهم. نعم، الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، شكرا لك.